منذ حوالي 7000 سنة كانت أوروك مستعمرة صغيرة، لكنها كبرت منذ 1000 سنة لتصبح أكبر مدينة في العالم، وكان جلجامش الملك. هذا مذهل. إنها تشبه الأهرام. إنها كذلك. إيانا سيغراف كان فيما مضى جزءاً من مجمع ديني هيمن على سماء أوروك. هذه هي الثروة المدينية. هذا أول مكان في العالم حيث اعتاد الناس العيش في المدن، في مدن حديثة. إنها مدن تمتاز بهندسة رائعة مميزة مختلفة. من قمة المعبد استطعت أن أرى مدى حجم هذه المدينة. إنها تمتد إلى مسافة ميل من كل الاتجاهات. إنها مدينة قديمة مليئة بالناس من كل مكونات الحياة. هذه النتوءات الظاهرة كانت مباني للرهبان والسياسيين والجنود والفنانين. من هنا تستطيع أن تتخيل امتداد المدينة حتى الأفق الظاهر. نمت أوروك لتصبح مدينة رائعة على مدى آلاف السنين، لكن احتاج الناس منذ البداية إلى معرفة سير الأحداث، ولهذا السبب وجدت الكتابة. كتابات بلاد الرافدين الأولى هي ذات طبيعة تسويقية متابعة للبضائع التي تهم الناس. استغرق الأمر طويلاً حتى نطور نوعاً كهذا من الكتابات التي نعرفها. بعد بضع مئات من السنين بدأ الناس بكتابة قصصهم، وفي النهاية كان أول عمل رائع للبشرية هو ملحمة جلجامش التي تحتوي على الطوفان الذي ورد لاحقاً في قصة نوح. ليس بعيداً عن أوروك يوجد معبد زيغران الذي بني في الأصل منذ 4000 سنة. هذا الهرم المدرج أعيد ترميمه في الثمانينيات ليظهر الحضارة العراقية المميزة.